أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم برحمتك، آمين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين والربانيين برحمتك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا كما علمت آدم وإبراهيم، وفهمنا كما فهمت سليمان، آمين. رب أعن ويسر وبارك فيه ولا تعسر، آمين آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيارمتي خوي تعالى وبتوفيقي أو جل جلاله أتينا سر درسي السوم لكتابي فقه المنهجي لما تخلكاين دو بخشمان لي خويندو إسيج قينا أو صفحيك لكتابي لبردسي مناهس سيجل ديكا لابري سيزدس. أفرمي مراعاة الفقه الإسلامي اليسر ورفع الحرج. إتو بحثي تيكا بحثي أماكا كجاري مدخلك ريخوش كريكا ك خصوصيات ويجيكي هاي كلي فقه إسلامي تيه مطالبك جواني واتيا وزعاتك باشي هاتيا. إتو درسي قبلي شامن ذكر مكردو درسي قبلي يا درسي قبلي بو تمموكو بارانك زواري كي مستعدي او سكفير بيتو بيت فقيهك على ما انا باشتر فير بيت وما ينشاتر دواتر لكتباني اصول فقه وكتباني قواعد فقه ومسائل اوائنا فلتر توضيح ادري ولي خوما مدخلك عشنايك خو باشا بو كسك ابتداء داخلي ام فقه بي زور باشا. افرمي يكي لو مسائلانك ويجيجي فقه اسلامية مراعاة الفقه الاسلامي اليسر ورفع الحرجي. فقه إسلامي مراعاة و در نظر قرتوه و رعايتي قرتوه چي يسر آساني و رفع حرج لا بردني هر گونه مسألهكي تنگي سختي حرج لسر إنسانيت كم شريعته بو إنساناتو أم فقه مسائلاني در نظر قرتوه خو يعني چي أما توضيح دافرين معنى اليسري معناي يسر آساني. إن الإسلام راعى بتشريع الأحكام حاجة الناس وتأمين سعادتهم. لدرسي قبلي بحث ما كروت من إسلام بو مصلحة إنسانية قانوني تشريع كردوه وبو تقليل مفاسد وتعتيل مفاسديات تكميل مصالح وإيجاد مصالح. خب سليرا أفرمي مراعاتي كردوه شي حاجتي مردمي مراعات كردوه حاجتكاني مردم وهروها تأمين سعادتهم. راعى بتشريع الأحكام حاجة الناس بتشريع أحكام كان يخوي حاجة كان يمردمي در نظر قرتوا وهم جنين تأمين سعادتيا يعني. اختاو صحابة برزي بفتح إيران شون بولاي باتشاي إيران وتيجي وتيما قومي كين هاتين بوشي لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى فراخ الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فراخ الدنيا وآخرة سعادة الإسلام سعادة ديكرك دينا وها برنامج دانياجا كإنسان جينت سعادة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بس الشيء كسانة كم دينا فرعون وبيانيا كان بخلكي أميانا لنزرع به أصلا إمكانية من إسلام وقت بيت فقر وبلبختي وهجاري وكرولي مصيبة وأوارقي ومصائب أوانا بس طريقة عام بيري بو مردم الله شاد دجمناني دين بريك وقت كارب كنشتي بتمولي أبينين وقت إسلام حاكمة بيتو إسلام للاياني زاناياني دينا تطبيق أدريت أميني رفاه وآسائش وخوشية كويتة سرزمين ودوري عمر بن عبد العزيز يما بيني من لتاريخ تكرار بو وصول لدوري خلفاء راشديني وكو حسني وكو إمامي ابن عمر أفرمي حسني بسري أفرمي رضا ورحمة إخوان لبي أفرمي لدوري إمامي عثمانة روج نبو نعمتي نية مدينة وفخش نكريتو لبيني مردما على مال قرتو لرفاه قرتو. بهرحال تأمين سعادتي عند نزل قرتو أميشتشون وذلك كانت هذه الأحكام كلها في مقدور الإنسان أميشت لم جهتو
در نظری گرت و که ام احکامانه هرچی و شرع اسلام دینیاگه کلها هموی فی مقدور الانسان لاستطاعت انسان هست یعنی انسان توانی امان انجام با اصلا قاعده کی کلیه لدین اسلام و همچنین ضمن حدود طاقته لحد مرزی توان و طاقت انسان آیا و تا آیات قرآن و احادیث و ادله گشتی دلال دکا لا یکلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم وأتر قواعد فقهية كي محكم وقوي جراجل لما أنا مثلا لا تكلفة إلا بقدر الاستطاعة لا واجب مع العجز حلوي أي شيء أتر أما سائلان لم ينجرياجا وليس فيها حكم يعجز الإنسان عن أدائه والقيام به حكم لدين إسلام وأحكام إسلام أن يكون إنسان عاجز بلا أدا كردني ولا قيام به زمان کنه کبرای بپرسید دی باشه جاری واز انسان حالت کیته بملا عاجزه لی و ساقط اویل سری ایسای موتو زحاده بس هرچی که و انسان ناتوان بی اصلا اما اگر نی انسانی اما نفهم که اما تفقیه کی گوره انسانی کی زور زور علم اما طالبانم تشریع درک وکو امامی شاتبی افرمی رحمتی خوالی بی افرمی کسی اتوانی بی تعالمی گوره که ام دینه فتواوي مسائل كانيو يق مجموعي متكامل ببيني مثلا الان توت ما شاي دزغايا اكي دزغا حتشيز كمبيوتر موبايل حتشيز تو وقت ام دزغاتا بمجموعي كي متكامل بيني وهر جزء اقلم دزغاتا زاني چكاري اكا لم دزغا چه ارتباطي كي استق اجزاء اترا ويكو ام كارا اكا كيسا مثلا موبايل اكي يا كمبيوتر تو ام شارزاي واقعا لم اينا وصاي موبايلي شريعتي جواسة يعني تو بزاني فقه چه ارتباطي كيستك أصولا أصول چه ارتباطي كيستك مثلا فقه تق أقيدة تق نحو تق صرفة هموي أمانة وكو يك يك مجموعة متكامل بزاني تو لارتباطات يعني ويكا زاني لكوي ويكو درقيرن ويكو ارتباطي يعني تو أوي تفقيه عالي أما أوي تفقيه إمام شاتبي أوا فرمي هنا غيري أو كابرا فرتوبلا لم لا تشتكي فيربو بيتو لو لا تشتكي فيربو هيج نازاني أوا نعم يتفق وقال أما بزاني مثلا يسا قرآن الكريم فرمي ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أقابن هم خلقت إني إخوائي تعالى هم أمر إني إخوائي تعالى هم تشريع دي وقتها هم خلقت هم تشريع هردو إخوائي تعالى دايني أقن اشتيك إخوائي تعالى دايبني تزاد تناقض تعارض ويكوني وقت خلقتك إما آوا خلق كردوا نتيجة شريعتك كمان كربوا أنيري تشيها تفقي أم خلقت أسا وقت ايمي قادري مطلق دانا نياقا نتيجة امريك من فيناك هكا اللي توان مانا نبي وفرزيش كالا سلمانا انجامي بي فان دازي توان مان امر بان فيهكا لا يكلف الله نفسا لا وصح توان وصح يعني اتما سائلكي زور زور مسعال احال لما طلبت داري شبتشو كدا تو دلجيب قوربازك اروتنا ومسائلانكي سخلكانكي نا اقا مثلا للديني خوانا اقا وكو دزقا حاليا نيتي كيكي ان بينيوه إذا إحساسك هذا ودي كسر ربتي نادنا بون خالك عذر بجهلني ومردم كاكا كبرال لشويني كان نيزاني ونيتواني وأوش تفير بيت هواو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لو مطلب عذري هس لمسائل زوري ترى خب وإذا ما نال المكلف حرج خارج عن حدود قدرته أو متسبب بعنة ومشقة زائدة لحالة خاصة فإن الدين يفتح أمامه باب الترخص والتخفيف وإذا ما نال المكلف حرج خارج عن حدود قدرته إذا ما هركاته نال جيا مكلف بسري مكلفات بحالته لسر مكلفات شي حرجك حرج يعني تنجي سختي حرج يعني تنجي وسختي تنجي وسختي خارج بلا حدود قدرتي او يعني يكدح في مساله اعتبره شرعيته اعتبره لسر مكلف مكلف كيس وثمان الاصل لبيني مخلوقاتها مكلف جنو انسى ان جاء لبيني جنو انسى شاء واني كان لوان لحدي بالغه بلوغه بلوغ عقل بالغ عقل بيت افهم خارج بلا حد قدرتك او متسبب بعنه ومشقه زائده يا ام حالته متسبب يعني شي سبب إيجاد عنت عنت يعني شي سختي مشقات عنت ومشقات هل يجمعنا هذا
يا سبب إيجاد عنتو مشقته بك زائد ب لسر أصلي موضوعك لحالة خاصة زائدة در حالتك خاصة اشتاني كي وابيتبرو إذا ما نال المكلف حرج خارج عن حدود قدرته أو متسبب بعنة ومشقة زائدة لحالة خاصة لحالتك خاصة مشقتك زيايب وبيشهور لرا دين چي برنامج يس فإن الدين يفتح أمامه باب الترخص والتخفيف لرا دين أم دين قورة عزيمة كخوي رب العالمين دينياجي بازكا لبردم يم إنساناتي باب ترخص رخصة تانيانو تخفيف سكيا كاتوبي اتلما قواعد كيفقي قورة جيبياجي مثلا يكي لقاعدة كان مثلا إذا ذاق الأمر اتسع قاعدة كيفقي إن شاء الله وقتي خوي لقواعد إخويني وقتك موضوع تنقبو لسر بشرية لسر جامعي بشرية شرعتي اتسع وسعت أدا حالبوي يا المشقة تجلب التيسير أما يكي لقواعد قاعدة أساسية كاني قواعد فقه المشقة تجلب التيسير مشقة وقتهات يسر أساني تريبو بشرية يعني لما موضوع كان مشقة بو أساني تريبو إيش يا الحرج مرفوع اتبشرت أو أسانيانا ناشرعي نون بلي ممكن لشوينيك لأصلا ناشرعي بن ولي لرا رخصته وجالده مثلا تو بيني بشر إنسان لأصلا ناوي عورتي خوي دربخا ولكن الزمان يتبرو أقدري نخا مشقته مثلا لا يتبيب روابو مداوا يعني خوي تعالى حرج إني داني أجر رخصتي داني أجر مشكلة إني اللي أو موضوع أبو تبيب أندازين خوي إني بكا يعني مثلا تقول أصلا حرامة ما شينا محرم كي مثلا جائزني اللي أبو خاص تجارية الرؤية كبرى جنية هاتوا شتي بقرزة ولا يدوكان داريك وشيت ما شيء قياس في كبداني كي زيادة جنية هاتوا شهادة ده أم سالي أم سائلانة فرو فراوان لدين الإسلام يا مثلا نقص ولا إنسانك بس ربي أو نقص خوي تعالى لشريعتك يا تخفي في داقوي مثلا الآن جن بالنسبة بيا ولحازي بدني قوي جسماني نقصي هس هل بروا جهادي لسر فرزني هل بروا جزية لسر فرزني أجازنيك يا أهلي زمة بيت يا يعني مثلا منال وشيت نقصي أقلي أنواتيا هل بروا ستي تكليف يعني لسر هالجيرياجة يا أجا كاريك إيش كان شيء مأخذ ناكري بس تماشى شنو مهم أم شرعي خوي تعالى أقواقع عن فهم بكري واقع عن كار بدري بدزي كار زلانان وأمره أو خليتو بليتو قرمو قالو شيو يا ودرز بو بس هذا بيمسا حتشي كسقسيتي هكا كابرا لما سألانا أقا كابرا سبو صادترين موضوع بو دروس كرديني موبايلي بو دروس كرديني موبايلي لم شارا بقري قري أو واخ عسترين كزا يوابو لي نايوا بولي هركسيكو أيا حتشي كسلت وين موبايل خاص كاتو أتواني للموبايل ولا تلفزيون ونام أم وسائل أم صنعت أنا قصب كدينه والله ده إبراء بوتشي يمرو هرشي كذا لبابي دينا فتوى أداتو ترجيح أداتو مردم رين ما يأكاتو مردم لا أدا لمسيرة كانوا مردم تكفير كاتو مردم أم أو أسك يمرو دينك الشيء يا ويا كا مردم لدين درشن مردم بيزاربون لدينه جنا أجب أخوا قسم بدري بدسي كارزان وزناو حيشكا يسأل بيني متخصصين هالفني خلاف الرأي هاس يعني مش هاس وليتر منظبته شخصة شيء بتشي حد يخلتو الموبايلك أو إلى كابرا ل أو يكاس خراوتري ناكا أجي خراوي خاسينك خراوي شناكا اللي سبر عكسه الآن خل كان هلا سن جريك يعني مثلا أم دينا إيم كان يقدر خراوتري هكا بوشي شو كان متخصص نين شو كان خويا ندا قدسي متخصصه إيه مثلا دليل من شيء لقرآن شريفة كأم دين مراعاة يسر ورفع حرج كذو الدليل على أن الإسلام دين اليسر دليل كان شيء وليس أدل على أن الإسلام دين يسر من قوله تعالى دلالة كنا ترين من دليل من نية لسرويك دلالتك على سروي إسلام دين يسر أسانية باشتد دلالتك لم فرمودي خواهي تعالى كأفرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج ما جعل قرارنا داده داينا نياجه لسري ايوه لدينا من حرج او من مني زائدس وتمان مني زائده بوشي اهات تأكيد وهمشنين وقت نفي تي وتمان النكرة في سياق النفي يفيد العموم يا تفيد العموم نكرة لسياق نفي اهات عموم جيني ما جعل حرجا خب أما عام جيني إجا أجا مني هاتسر إتر
تأكيد عمومي كي كاملة جيني حالي بوي عمومي كي تامة جيني مني زائدي كي هتسر حالي بوي إيه فرمي وما جعل عليكم في الدين من حرج طبعا آياتي كي نصي قاطع قوي لديني خواي تعالى جاء سبحان الله أم دين عظيم وعلماء رباني أما فهم كانوا قبل أبراب ولا علم مشكلة مس أو اجتماع شيء شريعة عظيمة وكاتو أجر جيجايبو أسانية كي بيربو إمام سفياني سوريا فرمي إنما العلم عندنا الرخصة من الثقة علم للاي إما رخصة داينا بمردم للايني إنساني كي ثقة إنساني كي عالم إنساني كي شارزا بمردم مشكلة بو فيها شاتوا رأو تبقي شرع إخوي تعالى استنباط كابو يعني كقينا كاليرا رجاي كزبطو أما علمه قينا شدة حرام 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 قشتي إيزاني أما حسيبه خوب ومن قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر همشني أنفر مدي إخوي تعالى دليلة كإخوي تعالى آساني بوه وقرك بس إخوي تعالى سختي بوه ما قرقنيه بس دين الإسلام آسانة آساني شبو إنسان قرك بشرت داخلي مسائل كحرام النبيت أيشي أصح حديث أفرمي ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أو بحر حال شتكي واسا إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما في غنبر عليه الصلاة والسلام هيتش كاتي سبحان الله أما سنة في غنبر عليه الصلاة والسلام هيتش كاتي مخير نكرياغ بين دوكار ما في ما بحثتي عايشة روايتك مخير نكرياغ بين دوكار إلا آسانكين انتخاب كرم ما دام قناح نبو بي مفرم مهمة حالي بوي يعني بوشي ما جعل عليكم في الدين من حرج آسانية شريعة خوب ومن قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها خواهي تعالى فرمي لسر حر هيج نفسك تكليفي نكرد خواهي تعالى إلا أن دا زي وسعي أو إنسانة تواني شنك أو أن دا هل برا مسأت لقيامتي شا ميزاني أو إنسانة تبقي وسعي أو دا أنري إيش ومن قوله تعالى عليه الصلاة والسلام أمشى دليلة إن الدين يسر أم دين آسانة بتأكيد حديثك كامل كي آواسا لصحيح بخاري ما بقي مصادرها توفرمي إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة أفرمي إن الدين يسر دين بتأكيد آسانة ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه هيتش كسيغنية لقل دين زوران بقري لقل دين كشبكا قركي بيد دين محكم كشبو خوي محكم بكام معنا منظور أولي إنسان صحيح ديني بقري يعني قركي بإفرات بكا إفرات قركي بزيادة روي بكا قركي بغلو بكا إلا دين غالبه بمليا وشكستي يده إلا دينك شكستي أدا إمامي ابن حجر أسقلاني لفتح الباري أفرمي المشادة المغالبة أم يعني مغالبة مسابقة دانو كشكرن لسريفي معناه لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب هيتش كسيقنية تنرويبك زيادة رويبك لأعمال ديني دا ونرمشو نرميو رخصتكان كشرع داينا قويلك إلا انقطع شكت أبيو ماندو أبيتو إلا الرقاء ويسيت إذا منا داتو شكست أخوة وإمام ابن المنيرة فرمي في هذا الحديث علم من أعلام النبوة فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع أفرمي أما يكل نشانكاي نبوتي في غمري خويواتي عليه الصلاة والسلام بنيمان هم إما ديمان هم قبل زي ما بينما حركة سكوا تنطع تعمق بمورد إفراد كرائية كالدينة إلا للرقاء مينيتو إدامة مسيركينا توانبا توايا فرمي وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة منظور لهم حديثة من يتو عبادتك أو تشاك تربكي منظور من يه منظور مثلا زيادة الرويكي لشتيكا كشر نيفرموه بل منع الإفراد المؤدي إلى الملال منع إفراط زيادة الروية كإنسان كيشيني واجواج برو ملل وسستي واجواج أتلي را طاقتنا من درجة بوشوني كي تلي وش طاقتنا من درجة بآخري آخري نهاية كاريا كابخوي حاليبوي زدقاتك وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية إمام ابن حجر فرمي أعلم حديثة إشارة كذا بميك إشارة بمسا
رخصتي شرعي استفادي لكي خوي تعالى وقت رخصتي داني اجا تو استفادي لكي تنرو نبي بيجي نا من بوشيما حديث افرمي ان الله تعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه او كما قال عليه الصلاه والسلام خوي تعالى حزك رخصتكاني انجام بدري هل واك عزيمتكانيش حزك جيجي خوي انجام بدري بس خوب أميشة دليلة بس أم حديث جاء حديث كه مفيد إذا ما يبوتام خنمو أفرن لن يشاد الدين أحد إلا غلبه أي فرمي هيج كسينية كركي وزيادة رويك إلا دينش كستي دا أي شيء فسددوا وقاربوا وأبشروا سددوا يعني شيء سددوا يعني ألزم السداد يعني الصواب يعني ببي إفراط وببي تفريط التوسط في العمل قال ابن حجر قال أهل اللغة السداد التوسط في العمل وستو اعتدال بقرن لعملتانا فسددو وستو اعتدال بقرن لعملتانا اقريش دقيقا ناتوانا وستو اعتدالك الرعاية كان سعي كان قاربو سعي كان نزيق بو وستو اعتدال من حد يقل حاليبوي يعني تلاشي خوتان كان كلا سر وستي ريقاي رازبرون ببي املا وبتفريتو افراد خوب قاربو وأبشروا وخش حالي جبن أتر يعني أنداز منزول شيء أنداز استطاعتان زحمتك جن لسر جاي رازبن وخش حالي جبن إن شاء الله كاري خوتان قذولي أنداز استطاعت زحمتك شابي استديار أنداز استطاعت واني هرك سيسل مسائل الدنيا بخوي بجمن بخون فكرك مو اجتهادك منا أما استطاعنا متواصلي استطاعني شبرو لا بولا متخصص دين مزاني أو تشيت بيجي أما استطاعتك كيتوس برحال إذا ما حديث كاتر أمتي كشهر بخون ما فائده واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة يا أرمتي بقرن بالغدوة والروحة غدوة أولي وقتك الصوع أبيتو تابر لها درهاتني خور روحي دويني وروك في نقا كاتو دلجي أواخري شوى مثالي بيغمري خواه عليه السلام مثالي كسيك ذكرك يعني استعاري بكارك دي بعضها تشبيه كا بكسي مسافر ها مسافر قريك إلا مسافرتك أفرمي يكرت مكا وري حتى آخر قريك دي ببرو ناي سوحاني حركتك عصراني حركتك نيوشواني حركتك أقيت مقصد يعني أقيتو يكتكان قريك بحركتك إلا بيابانا رجع كويت الردواي وإواري هم خوتو هم وسيلة سواريكو لبينشو وليش استراحات كيف كوري يعني دين داري جواسة يعني بندايتي خواي تعالى جواسة حيث كابراج من هر ازدواج ناكم من هر نان ناخم من هر خوشي ناكم من هر ناكنم من هر نان رمد سيران دواي چند روش چند مدت خود بو خود يواجي واشة ابو تركيتو لبين الري اي شي امثلة على يسر الاسلام مثالاني لسر چي آساني اسلام ومن الأمثلة على يسر الإسلام ما يلي مثالان مثالان كلا سر آساني إسلام دلالة ذكاء أمانا الأول الصلاة قاعدا لمن يشق عليه القيام مثلا خوي تعالى إجازي داقة وشريعتي خوي تعالى إجازي داقة نويج بدانيشتاين بكريب وكسيك يشق عليه القيام سنجين لسري سخت لسري ببي وبيسي حتشن قيام ركن نويجيجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب بدأ بويسيان وبقيام ويشبك أقل نوتواني فإن لم تستطع حديثك ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب حتى نوتواني هلاجيان بخلنا الثاني قصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلاتين للمسافر مثلا منمونيك تل الرخصة وآسانية كشرع دانياك قصر كوتاكردن يعني قصر يعني كوتاكردن كوتاكردن نويجي چوار ركاتي بس بيارة نويجي سر ركاتي ودور ركاتي كوتاينا كريتو نويجي چوار ركاتي والجمع بين دو نويج بو مسافر أما يكي لأو أسباب مسافر معمولا السفر بكو حديثة فرمي السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم شرابه وطعامه ونومه إلى آخر سفر قطع إيك العذاب دو كوي تري ما عنده هنا إسراحتنا جدي لرا الشرع أو الشرع عزيمة قولة كشرع حقه كحر أمانة كافين جاء على كتبان نسريون الحمد لله رب العالمين إعجازي شريعة لفقية لأحكام فقية أما إعجازا يعني أنت ما شاك أم بشرين ناسيوة أخوي تعالى تبقي أم بشرين دانيا
فرمي چي توس السوق وسو نوش دورك هذاك يا بين دون وجهك جمعو اوكي چون ممكن تو مسافر بي رد بي بروي. قال تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه. كاتك ضربتم في الارض، ضربتم في الارض يعني حركه لسر زمين تم منزول مسافره ليرا. فليس عليكم جناح لسرتان جناح يغنيه ان تقصروا من الصلاه نيجكتان شيكنو كوتاكنو اما يعني الرخصه هزبوتان فز يعني فرزني حتما قصر كي. والراي صحيح العلماء كما سبي امام الشافعي لسر ياسين ويجي قصر سنته فرزني ايش. وروى البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر السير ويجمع بين المغرب والعشاء. ابن عباس أفرمي رضا ورحمة إخوال أخوي بابي بأفرمي رسول أكرم عليه الصلاة والسلام بين نويجي نيورو عصري جمع أكرد أجر كان على ظهر سير، على ظهر سير لأخوار يجي سائرا في السفر. يعني أجل مثلا قريكي ويا سفري كردايا دانشتو نوايا مثلا فرزان مسافر إساهاتو ليرا أتراقي كريا الرجل الوالي را دانشك ليرا جيا جيا إخوان في غفر عليه الصلاة والسلام. ولما صايس أتراقي كريا بونا انخواردني بو إسراحتي بو نوش كردني أفهمي ليرا قريكي وزوب الروا ليرا جي على ظهر السيرين يعني ليرا جمعي وستو بين نورو عصر والسلام ويجمع بين المغرب والعشاء بين مغرب وعشاء جمع أكر إيش وبفايدش كسك لشويني كأتراقي كريا مسافرة خاسرة وسر جيا جيا بيان خويني هرشان رخصتي شاس ويكو بيان خويني ولما دامك أروأ توا الرخصة. مصادر الفقه الإسلامي فاست ما شاكن أم مسألة مهمة كفقه إسلامي شون أم موضوعي رعاية كذا جاء مدر نظر بقرة لبرانبري المقايسيك اللي قل كسانك فهمي ديني عن جوري تركردوه يعني فهمي ديني فقط سختي مشكلات مشقات يعني واقعا كاريك يعني كذا بدين نصم مردم شاد زوري لبيديني كعلان رويها وربرو ديني مردم فريكي أم مسائل نبي يعني سخت جريها يك الشرع سختي نقرتوه سخت جريها تيجي مثلا من بينيومه كابر حتى مثلا نازن مسائل يعني كحال أصلا الشرع كاري بكاري من تحريمي كذا الناس أمد شو إنه أجاه هو شو فقط أصلا تبكي أصول درسي نخوندو حد درسي نخوندو شو مثلا علمي نخوندو بري قولو قيلي لم لو لاش نفتوه إسوا زين دين فرسات استي فتوى ده. مصادر الفقه الإسلامي خب فقه إسلامي إموتمان فقهك مقدسة مصادر كاني تشين يعني لا تشي أحكامي خوي ومسائلي خوي ورقرتوها فرمي قلنا إن الفقه الإسلامي هو مجموعة الأحكام الشرعية التي أمر الله عباده بها إموتمان فقه إسلامي أو مجموعة أحكام شرعيانا كي خوي تعالى بندكاني أمر بكردوا ببوانه وهذه الأحكام ترجع بمجموعها إلى المصادر الأربعة التالية أم أحكام بمجموعا كلا أقرينو مرجع يانكوز أم مصادر شوارغاني خوارن القرآن الكريم السنة الشريفة الإجماع القياس أم شوار إنا أترى أما مسألة أصول فقه لرب مقدينك أشنائي طلبة أماني بحث كذا وقال أصول فقه على أبر أما تبقى ما نيجن أدلة الأحكام على أبر أمشوارانا مسائل زوري ترزكر كريا وليخو أمشوارا أساسا تقريبا سياني أول كإجماعي لسرع علماء دين قشتيان أم سيانيان بعنواني مصدري تشريع قبولة هرچند لسر مسألة إجماع دعائي تفريعاتي كي اختلافاتي كي لسرع كي موضوعي قياسي كي جمهوري علماء مسلمانان قبول يعني إلا ظاهري مذهب كان نوي قبول يعني كه وندى موضوع كه شاذ كه قبول يعني فري العلماء اصلا يجن فتوى ظاهري مسب اجماع الله وشينيتو ايش قياسي قبولني قياس بوها مغوريه للدين. خب القران الكريم القران هو كلام الله تعالى انزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات الى النور. قران كلام خوي تبارك وتعالى نازلي كرده لسر السيد وسرور وقوري إمام محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج بوشي سبب سببي أموه يعني أما السبب كسب تا مردم دربيري لظلمات برو نور هرشي أخوينين أو كاتا هرشي إنسان فرتر فيرناوي أو كاتا فرتر محتاتوي هرشي إنسان ناخويني فرتر جيروي مثلا تو بيني
خوي تعالى فر أم شرعة نما يندي أم شرعة شيء خلقي دربي لي للظلمات برو نور. فهلا سورة مباركة أحزاب أفرمي وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. توب بإذنه خوي تعالى داعي إلى الله. إذا بني فردك نازاني نا أجاه أفرادي نازان نا أجاه تين خوانا كن ما يندي دين. خوب حيتك إجن دينيش فقط أمسة جاءت هذا مسألة كوالي وإجن دينيش فقط أمسة وجوري مترحي أكن هم دين هم شريعات هم بيغنبر عليه الصلاة هم قرآن قشتي بالجور أبي البرشاي قلقيا يعني ما خوي بو خوي مصيبتك وهرچند إنسان فلتر ناخويني بيركاتو خوزق من خريكم بمكارانة مردم لظلمات برو نور در ترم يعني خوانا خواس خريكم برو بالبختياني كتريانا بو إنسان أشي بزاني هدف لهم شريعته هاتو بو مردم رزقاركا لدنيا وقيامته نا ومردم بيشارة بكاتو بخاطب بالبختي وكاولي وبأوارقي ودمار وبديني وحتي مصيبته بيتسري خلقا سبعي كاريجي نعم الدين والله براو الدين يعني او جورة دين واينا فرمو لا يحسن وانا مسائلاني كي زور زور منت ام بين نكتي كي جالب ده سرم يعني اموت خواي تعالى بوشي مثلا رسولي أكرم عليه الصلاة والسلام مثلا لمكة درقيرنا أبو بوشي أم بخويت على حرامي كردو درقير بي تماشا كان مسلمان وإسلام بو أوهاتوا أما بقيني إما بيغامي كي حق مانها بي أما ديني كي حق توشي بندايتي رب العالمين كي بم دليلانا بم إنانا وأقر بم جورا مسالمة آميزي خوي زندگي كردو برنامكي كردو توحيدكي كردو توحيدكي تبليغ كرد اگر بم جوريش خلقاني هاتن رقان بينا دا أشهد بالله أمانة چين أمانة ظالمن وأشهد بالله معذورني أما أما ولي اگر أم مسلمان هات مرافي خاص كرد لخوي كشتاري خستري مالي مردمي برد دي حركسي كي تربي حتى كافرترين كافري جبي يجي چي برام خریک ضرری از باشد مع خریک مردم کجی خریک مردم لبین آوانیه اصلا اصلی موضوع و کارات عرباتن بوصله یعنی اینکه جهتی اجوره برای شونه کیتر اصلا مطلب هر اجوره روابه شونه کیتر موضوع اصلا تغییر که نه تو پیغام کت گند و هر خویش تو بهانه دار بدستی خلقانه که کجی آوانیش حتی معذور ببن زور جار لای خوای تعالی دا معذور ببن که تو خریکی كشتارك عجيب غريب أخي ترى ويش معذور بيش عارف بيغامك إيش تويش درك نكا علي إنما طلبك واقع أن إنسان وقت بيري ليك على مسائل أوانه أصلا أتوقع ترسي كخويا أم هل قرتني أم بيغامك عظيمة ومن يك خريكم بناوي دين دار خريكم من خومني من هالشيء كم دينكز ربعيني لبرو واقع أن علمي كافي قرك واقعا زنايي قرك واقعا عمري قرك تيبكا انسان تحالي بي لدين او كاتيس بيجب باشا من خليكم كاريك خيرك ومردم هدايتكم خب ليخرج الناس من الظلمات الى النور وهو المكتوب في الصحف ام قرانا للصحف كان نسرياقا والقران هو المصدر والمرجع لاحكام الفقه الاسلامي قراني هم مصدره هم مرجعه مصدر ومرجعي الصحف لا يوتشي دي في المصحف مصحف فديارة صحف يعني صحف كان وكتب كان منذ القرآن ومكتوب في الصحف المكتوب في الصحف والقرآن هو المصدر والمرجع لأحكام الفقه الإسلامي قرآن مصدر أساسي مصدر أصلي مرجع أصلي أحكام فقه إسلامي فإذا عرضت مسألة رجعنا قبل كل شيء إلى كتاب الله عز وجل بس حركاته مسألة رويدا ابتداءا حتشي عارزو ابتداءا رجعنا قبل كل شيء برلها مشتي مراجعة كينو بوكوي بولا كتبي الله تعالى بولا قرآن كريم لنبحث عن حكمها فيه تا بقرين جستجوب كين بو حكمكي لو كتب دا لقرآن فإن وجدنا فيه الحكم أخذنا به جاء قال لقرآن شريفة حكم كمان دوزيوة فبها ونعمة قرتو ما ندسي فيها قرين ولم نرجح إلى غيره يتلزومين يبشين بولا هيتش كتير أمامه فإذا سئلنا مثلا يسمى صالدة فإذا سئلنا عن حكم الخمر والقمار
وتعظيم الأحجار والاستقسام بالأزلام. رجعنا إلى كتاب الله عز وجل لنجد قول الله تعالى. أفرمي جاءك السؤال من لكريا لحكم خمر شراب وحكم قمار ميسر وحكم تعظيم أحجار. أم تعظيم أحجارك لآيتك عيسى إخوة المو. أفرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أي من داران خمر وميسر وأنصاب وأزلام بليد لعمل الشيطان دس يعني ليب كيشن بشكو رست كارمن. أنصاب بشي أوتري أنصاب دو والله أعلم معناي بكرة وتو يكيك يعني بوتكان بون أو بوتانيك نسبي يعني كردونو هاتونو بردم يعني قرواني يعني سر حيوان يعني سر بري وو سجده يعني بوبرن أمثال يوانا دويج على بر بوتانيك هر بشكلي بوتبون تخت سنگها و سنگها وشتانه که خودی او سنگانه یا نشانه الهی که معبوده که بوه یا شوینه که تایبت بو بو سربرینی او حیوانانه بو او معبوده باطلانه یعنی نوعی تعظیم گاه بوه نوعی او بردانه تعظیم کنه. برحال هرچه که غیری خواهی تبارو تعالی لن نقضی دینی خواهی تعالی که خواه اجازه نده و تعظیمی که دی بکری داخلی اماوی او سنگانه که تعظیم علی او بوتانه. برحال فرمه اگه سؤال یعنی کردین لنباره يا سؤال من لكريا يا استقسام بالأزلام. استقسام بالأزلام باب استفعاله لقسم وتي قسم قسم يعني حظ ونصيب حظ ونصيب. أما شون بو أزلام؟ أزلام جمعي زلم يا زلم زلم يا زلم زلم يا زلم چي بو تير تانبيني وتيري قديمي كهم سرياس بيكانا كي سرياس وريشة كي دوايهز أو دواني نبي بلام چوه كي ببه مينة كي ببه بوت يعني زلم يا زلم حالی بوی بو چی با کاریان بردوه؟ بو فالگیری یا بو به هر حال استخاره اصلاحان استخاره شرعی که ایمیجین استخاره این طلبی خیر کردن یا لخوایت علاکین اوان چون این یان کرده بوه چندانه تیره که بوه لسر یا نویسین یکی که نویسین سی افعل یکی نویسین لا تفعل یکی که هیچی لسر ننسراغه دوائی اما ده بو روشی همیشگیان بوه مثلا هبل که بوتی که گوریان بو حفدانه آوا زلم یان دانیا بو للايا لشوینه کا کابریا که گره کی وای مثلا کاریب کا اتل لسه هر دانی که انشته نوسریا بو لسه ری که کیا نوس بسانا اتفاقاتی معمول و رایج لبین یانا چی اقوما لم حفدانا تیرش تانی که نوسریا و که اگه هاتن فاله بگرن لی معمول جواباتو مثلا بحثی دیه و خوین بحثی مثلا زینا اوشتانه بحثی نزانم سفر مثلا نوسی بوی دعی واس منکم زعل کبر عاد گری کی زانی قاتل کیس دسی ابر اگر من کم در باتا و از زانی من کم منهم یا اگر من غیر کم آوا باشه بوچی خواهی تعالی من هیکن اما سورتی کی بو سورتی کی تریشی هر کام بخویان هر کام بخویان ظرف کیم پی بو یا اینه کیم پی بو سه دانه زلمی تیاب بو یا زلمی تیاب بو ل مسافر ترشونه که اگر کیم وای اینی آن کرد مثلا او صحابه کدوایی بو به صحابه که هات پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه حضرت ابوبکر لرگا که بگری نوی چی بخواه تعالی سراقه بارک الله سراقه لرگا که هات اینی کرد استقسامی کرد حالی بوی لطیر دانه که خواهی تیری کشان و اوتی میک خازنی چند در کشان و اوتی میک خازنی هر ری گوی پینده یا شعری که مشهور از جو امرو القیس ری بولای بوتکه گره که استسقام بالازلام که بزنی بروها خوینی قاتلی بابه گریانه چند جار تیری که شهر ویسی ویتی میکه کرا شکاندی ویتی کرا کموه جاگه تو منظور شعره کیچی خوین رو بالایم. اما بو چی مشکله؟ اما یا داخلی قماره بو یا داخلی شرک او خادمانه بوتکان خادم بوتکان چون بون احاد ایوت گرک ما تخواهینه کم بو بگری فاله ایسا وکو فال حافظ وکو فال قهوه اما انا حراما فالي تماشاي النجم تو مانجي فلاني تو وانا همو داخلي ام موضوع ابن والله قرانه قرعه كشي شتي كي ترى ويس بحثي ايش عليك بيها كما قال بيرم شو بيجن بخن بيرم او كابراي درباني بوتكه مثلا كسي احد اي وشي حيوان السربوره جاء ادبي استسقام الازلام داخلي نوع قمار ابو اما لو جهتي قمار بونك يا هر حرامو كبرل السلف او تفسير انجلو تفسير ان بقمار كردوتو داخلي او جهتك ايش كي احساسي انا كان انبته غيبه زانيو خير وشر والدسا
أو أبو مثلا لسر تيري كان يسيبو أمرني ربي بكذا مثلا يسيبو إيوه شي يسيبو ربك ما يوت وكو لتفسير ابن كثير هاتوا قيل مكتوب على الواحد أمرني ربي وعلى الآخر نهاني ربي ابن كثير فرمى رحمة الله عليه يعني بمبوتا أمبوتي بكتي دا أنا غيب زان كما شركة طلبي شي يكر طلبي أولي يكر كبزاني غيب شي بمدى يدخل تعالى فرمي الشركة جاول القرآن مشكلة كينية قرآن لمسائلانك موضوعاتك مساويها تنتواني ترجحي بي مثلا قريك تامتشان نفره اللي يكارا قريك تكاري بسبيري بيك يعني هيج كاميشيان هيج قنينك يعني يتعبت بيجي أو بيك يرى يجي باشا قرآن أخا مبينتان كامتان نمرو مثلا زرفة كام شوري يشتير لازين القرآن درتي مشكلة كينية ما مسألة كينية ولي هو خب مثلا يسأل إمام مسائل أنا سؤال من ليك ريكا ورا سؤال ليك هل باري فال إيه فال جيري جائزة أنا كابريتي فال أجريتو بولي بي أدي تما شايف دسو كايجي تو عوايتو عواتو بسرتي فمن أخوي تعالى فرميتي يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون بس أخوي تعالى تحريمي كردوه وإذا سئلنا عن البيع والربا أجل سؤال من ليك ريال باري بيع وربا وجدنا حكم ذلك في كتاب الله عز وجل حكم أمام أن لكتي بخواه تعالى بيأكين أبينين حيث قال عز وجل عز من قائل وأحل الله البيع وحرم الربا خواه تعالى فرميتي أحل الله البيع وحرم الربا تو. وإذا سئلنا عن الحجاب وجدنا حكمه في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين جنكان بادر نخن زينة كانيان إلا ما ظهر منها إلا أويكوا دركوي إيست إلا أم أويكوا دركوي اختلاف الزبين زانانا جمهور علماء إسلام كرأي صحيح إن شاء الله أفرمون إلا شي إلا دودان دس يعني لمجبر أولى والسورة دائري سورة بعض تركم قوي ترقرت يعني إجن إلا لباس يعني يا شرود تسي كان دا بوشي ولي صحيح إن شاء الله رأي جمهور علماء مسبى إمام الشافعي رحمة خويلي به إلا ما ظهر منها يعني شيء إلا أويك وأدرك بمعمولا وليضربن بخمرهن على جيوبهن با خمر جمع خمارة خمارة كان يعني بدن ملي شيء جيب جيب أم يقيب إجن جيب معمولا وقت إنسان كراس يشتيا كاتبر ملي والدرا ولي ملي جن شيء عورته أفرميت با روسر يكان ديان شون بي بيدن ملي جيبكان يانا ايش بخمرهن جمع خمار وهو غطاء الرأس خمار چيه پوششي سره وجيوبهن جمع جيب جيبي چيه وهو شق الثوب من ناحية الرأس شق يعني اما لباس كتو ايكيتا ليرا شق يكيس ليرا فرجي يكيه ليرا چي پيجن زواني خوما يقيك يا زبار حال لاني سروت ابن الأخوارة والمراد بضرب الخمار على الجيب أن تستر أعالي جسمها مع الرأس منظور لضرب خمار لسر جيب أو يكيجي أفرمي خواهي تعالى خمار كان يمخنا ملي جيبي أنا أن تستر دا بوشيني أعالي جسمها سروي بلاني هلا قردني قرتو سيني قرتو بلاني قرتو لقل سري دا بوشيني أو سهروا سري شرعي كان روسريسة كم كم طريكي بشكلز يكزر روال السرها وكو نخيكي بياتو تريتو جيرين يا ايوسي نسري دا بوشي اغنيتي حيث كام ناشرع وهر روسرينيو ناشرعيش بالله وكو مقنعي اغا مقنعيش نوي حرو روسرياني كا او دايكو باوكي دايكو باوكنا او دايكاني ايمو خوشكاني ايمو تائسة شكري خواه كردو يعني برو انيان كردو حالوي أو الشرعية كيسيتر مقنع يجب خوفه بها وكذلك في قوله تعالى همشنين لأم قولي خواهي تعالى كأفرمي بعضا بحثي چيه كأفرمي أقر سؤالك ريال لباري حجاب أفرمي يا أيها الذين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما أي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بجب أزواجت جنكاني خوت وبناتك كنشك كانت ونساء المؤمنين وجناني مسلمان يعني جنكاني مؤمنان خشككاني مؤمنان كنشك كانيان قشتي در يعني بحاجة جني مسلمان بجب چي خوي تعالى فرمي جات ما شاكن
الرد لسر هيك بيلك يدنين عليهن من جلابيبهن يدنين عليهن بخن بسري خوين من جلابيبهن لجلباب كان لجلابيب جلابيب چيه اشتهو كوچابر كغشتي لباسي الظاهري جندا فوشيني ايسا معنى شيكاتو بوچي ذلك أدنى أن يعرفنا يعني ذلك أقرب أن يعرفنا أما نزيك ترك بناسرين أم جنانه بوچي بناسرين خب عرف وابو لدوري بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام جناني كنيس وقت أشونا در ببي چادر أشونا در يا ببي أو تيسا بيجين چادر وام چادر لخويناتو وام چادر اللي راهاتو حال دوري بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام تامروهاتو عليه الصلاة والسلام اوان بي چادر أشونا در معمولا نيج وقتك جنان أشونا در غير كاراني ضروري بوچي أشونا در قديم لنا ومالكانا دا شويوشد نبوا بو كاري دا شويوشد أشونا در اونه شوالی چونه در خو کنیزکان به بی اولی باسه چون در خوای تعالی فرمی بجنه آزادکان چیه چادر بکنه سریان نکا شوانه اچنه در منالانه جوانانه عادت انسانانی کوچو بازاری احساس کن کنیز قصه کیان پی پرن نشته کیان پی بجن ادنا ان یعرفنا اما بعضوی بناسرین فلا یؤذینا نتیجتا اذیت نکرین خوب وكان الله غفور رحيم عيسى كنا كارم يدي خو اسلام زمانه ونادو بلا ولا اسلام زمانه خاصل له عيسى جنيك محجبه وريكو بيك بچادر اچي تدر كي ازيتيكا كي اصلا بچاوي كي خراو بتماشا يكا حچكس ولجنيك بلباسي كي خراو اروا تدر حتى هلكي اروا اولا خواف انا بشاري مشكله شي بو بيجبي على بر مشكل بيجني هر ديگران ازيتكاتو خو شي باسي ازيتي بس وكان الله غفور رحيم خوي تعالى غفور رحيم أميش جزء الرحمة والمغفرة خوي تعالى سك أميدانياك يدنينا يعني يرخينا يرخينا يعني شيء بخن بملي خوينا دابخن ويغطين وجوههن وأعطافهن يرخينا ويغطين يعني دابوشين بخن بملي ودابوشين سورة كانيان وهمتني أعطافهن إذا اللي راس سورة شيء تيخستوا طالبوي لرا صورتی چی تخصتو بلام ایا نقاب واجبه خیر رأی جمهوری زنانی امتی لسره و صحیح شرع مسه بلام مستحب النقاب مسه بیمامی شافعی رحمتی خواهی لبی لسره سکم مستحب و اعطافهن اعطاف یعنی چی جوانبی بدنیان یعنی جوانبی بدنیان دا پوش سر تا خواهی بانیان دا پوشن جلابی بهن جمع جلباب وهو الرداء الذي يستر كامل البدن أعاليه وأسافله جلابيب جمع جلبابة جلبابي ردائك يعني بوششك ولباسك يعني بارشيك الذي يستر كامل البدن كامل بدن دا بوشني أعاليه وأسافله سر خواري وبوك إنسان بزاني أمال لك إني ناتو إمامي قوري لغة إمام فيروز آبادي رحمة الخوالي بالقاموس المحيط أفرين الجلباب القميص وثوب واسع للمرأة دون الملحفة أو ما تغطي به ثيابها من فوق كالملحفة فرمي جلباب شيء قميصة يعني لباس يقول يا ثوبك واسع بوجن يا ما تغطي به ثيابها من فوق كالملحفة حل بانا حتى أخوار وكتم ملافي بيت مليقوتها أو لباس دافوش إذا بوشي لشارك الرشة قد يعني الرش كم ترين حالتك كجلب نظرك أنا كأبرا كردي زريق وبريق دار إتهر مردم أخاته شوين يا أخوي خو بس واقعا أوك قديم كردي أنا نوري على نور بو ورقاي ديني إسلام وأو ما أنتوش تجيقاي ناقريتو حقيقة إيش سحر أو سه ولا چادر تماشا حجاب واجب بوجن حجاب واجب بوجن چادر به معنی خودی چادر واجب نیه اما خودیاره به چادر حجاب که تماما رعایت کری حالی بی یعنی مثلا اگر جنه کیج به ایسا چادر ایرانی پی اجن نازان آوانی وفو کنگوین ای کنه برو خب آین چه بیت برخوار حجابه ولا حيتشي كامل حجابك رعايتناك إلا شيء إلا وبرمان تو أصحنا شرعي ناشرعي وحرامه هيت بحثي هالمكة
ما توی که ایکات برو قلقاتی ول دراو تسکوت روش کن هر شرعی نی اصلا حرامه لباسه که مفاتنی بانی جن در اخا عمدن دریشی اخا حرامی حرامه این چسبان بید او لباسه چسبناکانه حرامه ادنا اقربو ادنا چی یعنی نزیکتره لأن تميز الشريفات العفيفات من غيرهن نزيكتر لويك يعني تأمى بعز أبي خاستر إنسان جناني الشريفة وعفيفة تميز متمايز لغير خويان فلا يؤذين نتيجة فلا يؤذين أزيد نكر بالتعرض لهن بويك كسان قسيشتي كان بيبيجن وهكذا يكون القرآن الكريم هو المصدر الأول لأحكام الفقه الإسلامي أبم شوادسك قرآن كريم مصدري أولي في أحكام فقه إسلامية لكن القرآن الكريم لم يقصد بآياته كل جزئيات المسائل والله القرآن الشريف بآية كاني خوي تمام مسائل جزئي وجزئيات مسائل منظور نبوه وإنها توبجي حتشي مسألة الرؤى دا قشت لقرآن منصوص عليه بهاتبه خير وتبيين أحكامها والنص عليها منظوري تبيين أحكامي يك بيكي جزئيات نبوه وامشين نص يعني لسر بيان كان نص يعني بيان كي واضح وروشني يعني لسر بيك بيان كان ولو فعل ذلك لكان يجب أن يكون أضعاف ما هو عليه الآن أجر أمي بكر داي قرآن كريم واجب تندها برابري أمي بكي ساس خب وإنما نص القرآن الكريم على العقائد تفصيلا قرآن الشريف لسر أقائد بتفصيل بحثي كي توبيني على الآن حركسي يعني لمسائل عقائدة حال كسي فقط قرآن الكريم يدسكويته بحث قيامته واضح بيان كريم بحث يكتاي خواهي تعالى واضح بيان كريم بحث إيمان بأنبياس وكيغمري خواهي تعالى واضح بيان كريم بحث نازان ملائكة واضح بيان كريم بحث مسائل كلن أوانيك بحث اعتقادات تو رجع آخرت لتو مسائلاني ترن كينا والعبادات والمعاملات إجمالا وعبادات ومعاملات شيء بإجمال ذكر كردون يعني الرؤوس كان يذكر كردوا هيك كزنات وأنا إنكاري نويش كان نويش للقرآن هاتوا معاملة وبيع والربع وغيرك يجيك هاتون تفصيلات كاني ولا سنة ورسم الخطوط العامة لحياة المسلمين خط عام مكان بحياة المسلم يسبتوا قركت النقشة أما لبكي شيء قركت مالك دروسكي نقشكي كشاوة خطو تعام مكاني رسم كردوا أما ديوار لو ديواري غركة ديواري بيان كردوا جيكيش دانياغي تتفصيلي چونيتيكي اشتو توبو رسول الأكرم عليه الصلاة والسلام فمثلا أمر القرآن وجعل تفصيل ذلك للسنة النبوية تفصيل أموزعي قرار داقة بسنة بغمبري خوة عليه الصلاة والسلام فمثلا أمر القرآن بالصلاة ولم يبين كيفياتها ولا عدد ركعاتها مثلا القرآن الشريف أمري كرده بنويش بلام أتر كيفية كيد بيان نكرده لحيش كنات وآوابك لتحيات آوابيجة للركوعة مثلا بيجي آواب فرمو هيش آوابيجة ولا عدد ركعاتها عدد ركعاتها كان يشي بيان نكرده وأمر بالزكاة ولم يبين مقدارها ولا نصابها أمري كرده بزكاة بلام نمقداري زكاة ننصابي بيان نكرده آده هركس يجي فقط قرآن كفاية دكا فرمتقام قيامة لقرآن دربي ربهم زكاة مرجونة دربي ربهم زكاة بولجونة زكاة طلاجونة نادو زيتو ناتواني فيغنبر عليه السلام فرمي سي سر مانغا دانيكي زكاة چل سر مر يك دانا مثلا بسبان سر وشتر يك دانا مثلا حالي بوي او ولا الأموال التي تجب تزكيتها وانا أموالك إش حتى كواجب زكاة يامبي لقرآن نادو زيتو هيك وأمر بالوفاء بالعقود ولم يبين العقود الصحيحة التي يجب الوفاء بها لا قرآن أمريكا بوفاء يا أيها الذين من أوفوا بالعقود وفاء بعقود كان بلام اتر أو عقد صحيحاني كي واجب وفاء بيكي لو عقد باطلاني كي باطل نوتر وفاء بيناكي بيانين كردو خب وغير يا عقد فاسد وغير ذلك من المسائل كثير غير أمان المسائل كفرفرا لذلك كان القرآن مرتبطا بالسنة النبوية لتبيين تلك الخطوط العامة وتفصيل ما فيه من المسائل المجملة بم سبب سك قرآن كريم مرتبطة بسنة شريفه
والسنة الشريف مرتبطة بالقرآن الكريم وحركس إنكاري إنكاري أوبكاك السنة في غنبر عليه الصلاة والسلام لازم أبو فهم الدين ومصدر تشريع باستقلال ولقى القرآن ويكو شيء ببن أما كافرة ما قلت العزري كي بيكل عزري جفرك معلان كخلكاني مثلا خلكي وهو قرآنيون إيجن فقط قرآن سنة هجنية أما كفرة كفري أكبر أما عليوي شونك دها آيات القرآن ردكاته لأمهم آيات أفرمي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم فيغمري خواه عزيزان بو تبين كتاب بوشي إباشا أقا قرار وعي قرار وعي فقط مبحث مبحثي القرآن وعي خواه تعالى أمكتبه أخست بيني مردمو فرمو نمكتب بس عمالي بيبكم والسلام ولي القرآن فرمي اتعاتي بيغمبركم باشا اتعاتي خواه تعالى أما قرآن اتعاتي بيغمبرك أكوه إكوا اتعاتي بيغمبري خواه عليه السلام لقرآن فرمي اتعاتي بيغمبري خواه كان عليه السلام هركسي أرزم أمبو ثم هركسي قرآن وسنة ليك جياب كاتو بيجي قرآن كافية وسنة ما انقرقني يا فقط سنة وقرآن ما انقرقني أما كفري أكبره من أموت نازان مشتكي ترم نوت بي خوب وإمام شافعي رضا بلا ما بزان سنة شريف مبيني قرآنه مبيني قرآنه يعني شي مبيني قرآنه يعني مثلا لقرآن مجملات هاتون سنة الشحيانك بلام أما بمعنى أمني أقشتي لسنة هات ظاهرا لقرآن نبوي من ردي بينه أميش زلالة باب زانا أما اشتباه سنة شريفة خوي بوخوي مستقلة بتشجع با إن شاء الله لما تحسي سنة كتعزام ردي راقين ألبت أمن بحسي أسل فقه إشارات يقكم لو يخاص تربو تعميجن فقط مبزان إمامي شافعي فرمي رضا ورحمة إخوة الأبين كل ما تقول الأمة شرح للسنة والسنة شرح للقرآن والكتاب اختلاف الحديث كي خويا أفرمي السنة لا تكون أبدا إلا تبعا للقرآن مثل معناه ولا تخالفه فإذا كان القرآن نصا فهي مثله وإذا كانت جملة أبانت ما أريد بالجملة ثم لا تكون إلا والقرآن محتمل ما أبانت السنة منه أفرمي السنة محرشي لسنة هاتوا همشة بيروي قرآن سنة يعني شيء لسنتات ولا قرآن إيشا هي ولا تخالفوا حج كاتي أما بابزن أصلا وأبدا إمكان إني سنتي صحيح في غنبر إخوة عليه السلام مخالف في جيبي قرآن جهر لله إخوة تعالى هاتو وأفرمي جاء قرآن أمريكي بسورة منصوص واضح بيان كردو بي سنتي أو أمريها بسورة منصوص بيان كردو واضح أقر قرآن بجملة بياني كردو بي سنة تفصيل وتبيني كردو وأجر لسنتي جاء اجتهاته لقرآن ناتوا بازم جوريك كمخالف في قرآنية قرآنك محتملي أو نساني احتمالي وشهس مساع إذا جينا لا يدواتروا مسائلان إلا درسكي بعد يذكركي بس هيش كزنات وأنا بيجي ما دام إلا سنة أوها لقرآن ناتوا باش القرآن فرميتي حرام أو أي قرآن نفي كردوا أو كاتتوا تواني بيجي وقينا قرآن ساكت بولا زري وقت ساكتة وتازم محتملي شه سنة بياني كروتا ما بيم درس كافي بيشون فرتو لي كشا ثانيه ان شاء الله اذا ما كاين بو درسي بعديت هرچن خو مطالبه كان شاهد اگر كاسيتر بي درسي بيجي توضيحات ندا ولي من هدف المساء ان شاء الله بناء كم بناء حقيقه هدف مني الردبين بلي مسائل في بحث سكري واقع واقعا يجركم بتوضيح بمحرر توضيح ادري ولا انت درسك بحث ايش ثاني كتره والله ملازمه مسائلانه لسير ردبين أرامارا بعض التوضيحات بدري وصدر ستفقيه يعني طلبي مستعد خوشيته واستعدادك يجي استفاداك كسي يجي بوشي برام توضيحاتاني بوشي اتبو خوية زاني براك هو نخويني بروا اشتكي ترفقوني خواهي تعالى عقبة من خيرك وخواهي تعالى لمن قبولك وتوفيقي إن شاء الله بيشتروا مزيد من في عتابك آمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.